أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها حول أضحية العيد. فبمناسبة اقتراب عيد الأضحى سنتناول الحديث عن معيار العمر، وهو ضروري في اختيار أضحية العيد لما له من تأثير على جودة اللحم. فمرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على رسول الله. يعتبر أوضح مؤشر لمعرفة عمر الغنم هو أسنانها الأمامية، عددها 8 أسنان وهي في الفك السفلي فقط. أما الفك العلوي فليس به أسنان أمامية، أما الأضراس أو الطواحين فهي موجودة بالفكين العلوي والسفلي ولا تستخدم لمعرفة عمر الغنم. وما يعنينا هنا هو الأسنان الأمامية لمعرفة عمر الغنم. أولا، في الأيام الأولى بعد الولادة يوجد 6 أسنان فقط، ثم يكتمل العدد إلى 8 بعد مرور 3 أشهر إلى 6. هذه الأسنان تسمى الأسنان اللبنية، وهي صغيرة الحجم ولونها أبيض ناصع. ثانيا، بعد مرور سنة من العمر يبدأ الخروف بتبديل الأسنان الأمامية بأسنان دائمة وكبيرة نسبيا، ابتدئا من الوسط وتسمى الثنايا. يكتمل نمو الثنايا من 2 إلى 3 أشهر حسب صحة الحيوان وغزارة حليب والدته، ويقال له عندها إنه ثني. ثالثا، بعد مرور 2 من العمر يبدأ بتبديل الرباعيات، وهما السنين اللذين بعد الثنايا، ويكون بذلك قد اكتمل نموه ونضج تماما ويقال له رباع أو رباعي. رابعا، بعد مرور 3 سنوات من العمر يبدأ الحيوان بتبديل السنين ما بعد الرباعيات، وهنا يكون قد استبدل 6 أسنان فيقال له سداس أو أسدسي. خامسا، بعد مرور 4 سنوات يستبدل الحيوان آخر السنين الأماميين ويقال عنه جامع أو جمعي، أي استكمل واستجمع تبديل كل أسنانه، وهذا يعتبر بمثابة إعلان عن نهاية سن الشباب وبداية سن الهرم. سادسا، في السنة الخامسة لا يوجد استبدال للأسنان، ولكن تبدأ علامات تآكل الأسنان وتفككها وسقوطها تدريجيا مع تقدم العمر، وهذا قد بلغ من الكبار عتية. فعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام.